السلام عليكم. كلامي له موجه لجمهور الترجي الرياضي وللنادي الإفريقي. كلامي موجه لنبيل معلول وكلمة حق يلزمها تتقال. 3-4 سوايع على التالي هبطنا حلقة في القناة الثانية على اليوتيوب، حكينا فيها على مباراة الترجي الرياضي ضد الأهلي المصري لحساب ذهاب ربع أو نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. حكينا وقلنا المدرب نبيل معلول وملعبية الترجي الرياضي عندهم سلبيات كيف بقية المدربين والملاعبية، لكن في نفس الوقت عندهم إيجابيات. الفترة الحالية وقبل 24 ساعة على مباراة الأهلي يلزمنا نركز ويلزمنا نحكيه على إيجابيات الترجي الرياضي والمدرب نبيل معلول. قلنا وقتها بنبيل معلول راهو الترجي الرياضي تأهل البلايوف في المرتبة الأولى. بنبيل معلول الترجي الرياضي فاز على النجم الرياضي الساحلي ذهاب وإياب في المجموعة الأولى، وكيف كيف فاز عليها في البلاي اوف. بنبيل معلول فاز الترجي الرياضي على شباب الوزداد في الجزائر، وفاز كيف كيف على شبيبة القبائل في الجزائر وتأهل للدور ربع النهائي او تأهل في صدارة مجموعته في الشامبيونز ليج. لذا نبيل معلول معاه الترجي الرياضي ما كانش ممتاز وعالمي، والترجي الرياضي يقارن بأيام يوسف البلاي 2012 و2013، لكن خلينا نقوله مع نبيل معلول الترجي الرياضي يعدي روح. لكن السبب الرئيسي المشاكل للترجي الرياضي هي المقابلات الماراثونية، نحكيه على 10-11 مقابلة على التوالي كل 3 أيام مقابلة. يعني مانشستر سيتي لو ما كانتش عندها الترسانة متاع نجوم، ما كانتش عندها إفكتيف كبير، صدقوني تحير فما بالك الترجي الرياضي. ما نقعدوش نحكيو على الموضوع هذا. المقابلات الماراثونية اللي أسفرت على إصابات، والإصابات أسفرت على غيابات أبرز اللاعبين من جانب الترجي الرياضي. لكن موضوعنا اليوم كيف ما قلنا نبيل معلول، نبيل معلول اللي اليوم قام بندوة صحفية وحكى فيها على مباراته ضد الأهلي المصري. اللي شدني في تصريح نبيل معلول أنه قبل 24 ساعة على مباراة الأهلي المقابلة المصيرية اللي النجم يقولوا عليها أهم مقابلة بالنسبة للترجي الرياضي والجمهور الموسم الحالي، نبيل معلول يحكي على مقابلة لعبت ومشيت على روحها، يحكي على مباراة الأهلي أو مباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي، المقابلة اللي انتهت بفوز النادي الإفريقي هدف لصفر. ساعة خليونا مع بعضنا نسمع، واللي مسمعش نبيل معلول شنو يحكي وبعد نرجع عدنا ما نحكيه، لأنه كلامه راهو مهم على الأخر وينجم بطبيعة يرجع بالسلب على الترجي الرياضي. بالنسبة للسؤال الأولاني باسبلاندر، خاطر شفتوا لي دو ديرني ماتش اللي احنا معناها نهزمنا فيهم، كنا افضل من المنافسين نتاعنا برشا برشا برشا. لما تشوف معناها نص ساعه ربع ساعه الاخرانيه ولا لي فان ديرني مينوت تاع البريمير ميتون والدوزيام ميتون الكل، معناها هزرنا 3-4 اهداف كانت سهله. معناها النادي الافريقي كان يحب يوفر المباراه بالتعادل، ظاهره حتى من خلال التعامل اللاعبين مع المباراه، مي الكره كي ما تحبش. انا فرحان برشا، متغشش برشا على النتيجه، خاطر معناها ديربي وما نحبوش نخسروا ديربي، لكن البريستاسيون اللي عملوها اللاعبين سورتو خاصة في الشوط الثاني والكورة اللي تلعبت في الشوط الثاني، إذا كان نعاودوا نلعبوا بنفس المستوى هذاك غدوة نتيجتنا تكون إيجابية، خاطر الكورة ما تنجمش تعطيك بظهرك ديما، الفرص موجودة في كل مباراة لكن ما تنجمش تهدر الكم هذاك نتاع الفرص اللي قاعدين يجيو في المباراة. هذا كان تصريح نبيل معلول. كان قادر مثلا بلمحة يحكي على مباراة الدربي ويركز على مباراة الأهلي المصري، يقول مثلا كنا قادرين في مباراة الدربي ننتصر وقدمنا أداء محترم يخولنا باش ننتصر، كلمة ورجع للستر وحكي على مباراة الأهلي. لكن إنك تركز بالطريقة هذيك هنا دليل إنه المقابلة أو نتيجة المقابلة أثرت عليك. عادي جدا باش تأثر عليك، لكن راهو عندك مقابلة مصيرية أمام الأهلي راهي تأثر عليك 12 ساعة 24 ساعة، ويلزمك يلزم تنساها باش ما تأثرش على الجروب متاعك. أما أنه إلى يومنا هذا مازلت تحكي على المقابلة بالطريقة هذيك، يعني إلى يومنا هذا قاعدة مأثر عليك. لذا راهو التأثر ذي نبيل معلول راهو ينجم يرجع على الملعبية بالسلب في التدريبات، وكيف كيف ينجم يرجع عليهم بالسلب نهار المقابل. ما يخص كنا نستحق الانتصار على النادي الإفريقي، وواضح النادي الإفريقي كان يلعب من أجل التعادل والأربع دراج متاع الشوط الأول وكامل الشوط الثاني، السيطرة المطلقة كانت للترجي الرياضي. والله ايش باش نقول لك يا نبيل معلول، الكلام
اللي باش نقوله توا نورمالمون واحد يقوله لي ليا انا مثلا نحكي شنية صار في مقابله يقول لك يا اخي يا معلم يا اخي تفرجت في المقابله هذيك ولا تفرجت في مقابله اخرى نجمو نحكيوها الانسان على يوتيوب يحكي مثلا نجمو نحكيوها على ملاعبي مثلا قديم ومنسي حكايه كلمه وبين يحب برشا جمعيه فلانيه نجمو نقولوا له يا اخي بالرسمي انت تحكي على المقابله هذيك تفرجت فيها ولا تفرجت في مقابلة أخرى. أما باش نقول لك يا نبيل معلول أخي أنت متأكد تفرجت في مباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي ولا تفرجت في مقابلة أخرى؟ نحشم على خطر نحكي على نبيل معلول باستثناء مدرب، خلي مدرب على جنب، لكن نحكي على نبيل معلول وما أدراك ما نبيل معلول في بلاتويت البيين سبور. أنا نحكيه على إمبراطور التحليل. شخصيا وقت اللي حللت المقابلة قلت النادي الإفريقي الشوط الأول السيطرة كانت ليه، جات فرصة واحدة للنادي الإفريقي، يعني الشوط أول كامل ثم كان فرصة واحدة للنادي الإفريقي وهي فرصة علي العمري، لكن سيطرة النادي الإفريقي ما كانتش سيطرة إيجابية، كانت سيطرة سلبية، استحوذ على الكرة لكن ما عملش بها برشا حاجات. بالنسبة للترجي ما كانش متواجد الشوط الأول، الشوط الثاني بلغة الكرة ولينا نشوفه في قلبة بقلبة، مرة عند الترجي الرياضي مرة عند النادي الإفريقي، فرصة للترجي الرياضي فرصة للنادي الإفريقي. وقلت وقتها الفريق اللي كان باش يتقدم أو الزوز أندية كانوا قادرين أنهم يتقدموا في النتيجة، يعني كيف ما النادي الإفريقي اتقدم في النتيجة الترجي الرياضي كيف كان قادر عادي جدا يتقدم في النتيجة، واللي باش يتقدم في النتيجة هو اللي باش ينهي المقابلة بالانتصار وهذاك اللي صار. قولي أنت واضحة النادي الإفريقي جاي تلعب من أجل التعادل وهي الشوط الأول هي لضغطة، قل لك يمكن أنت أدرى، تقول لي الأربعة أدراج من الشوط الأول والشوط الثاني بكله والترجي الرياضي هو المسيطر، لهنا راني باش نشك في حاجة. لهنا وقت اللي تقول لي راني درست الأهلي المصري ونعرف المدرب شكون الملاعبية اللي باش يخرجهم وشكون الملاعبية اللي باش يكونوا متواجدين من الاول، ولو نتيجة الاهلي المصري هكا باش يهبط الملاعبية هذوكم، وكان نتيجة الاهلي المصري سلبية باش يهبط ملاعبية اخرين. هنا من نجم نقول لك يا نبيل معلول كان على طريقة تحليلك المباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي ان شاء الله يكون تحليلك للاهلي المصري صحيح، هذا اللي نحبه. كنت نتمنى انه في بلاصة تقول لو باش لو نلعبوا بالاداء اللي لعبنا فيه لعبنا به امام النادي الافريقي، لو نلعبوا بالاداء هذاك امام الاهلي المصري قدموا نتيجه ايجابيه. شخصيا كنت نتمنى انك تقول في مباراه الاهلي المصري يلزمنا نلعبوا رجال، يلزمنا نلعبوا جرينتا، على خاطر النوعيه هذه متاع المقابلات ووضعيه الترجي الرياضي راهو صعيب انك باش تدخل وتقدم اداء محترم بدايه المقابله، على خاطر باين الاهلي المصري وضعيته افضل منك، ماهوش هو خير منك لكن وضعيته افضل منك واضحه، يعني باش يكسر لك اللعب ماهوش باش يخليك تلعب. لذا شنو هي الحل؟ الحل هو الجرينتا والقليب وكتف تاخو على كتف وتطلع بالراس تاخوها على الادفرسير، هذاك الكل هو اللي باش يدخل الملاعبيه في المقابل. على كل حال من نجم كان نقول حظ موفق للترجي الرياضي، اقسم بالله من قلب حظ موفق للترجي الرياضي، على خاطر شخصيا راهو ما يهمنيش في العباد، مش معناها ان صحيح وهما غلطين، وكيف كيف مش معناها هما صحاح والعبد لله غلط. شخصيا راني نمشي بعقليه انت اخوك على ولد عمك وانت ولد عمك على البراني، مباراه الترجي الرياضي نخزر لها بعقليه انت ولد عمك على البياري، حلقتنا على البراني عفوا حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري. متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.